طيب شول زاخن يعني الأدوات المدرسية زي ما موجود قدامك كده. خليني أبقى سايب الصورة قدامك بالعربي كمان أوف دويتش بالألماني. القلم الرصاص اسمه بلايشتيفت، بلايشتيفت زي ما أنتوا شايفين الإس تي بتتنطق شت شت زي شتول اللي هو الكرسي. هنا عندنا كمان قلم رصاص بلايشتيفت، بلايشتيفت. البراية شبيتسر زي شبيلن، فاكرين الإس بي شبيتسر، شبيتسا. مدرسة شولة، شولة. طيب صندوق التلوين زي العلبة اللي قدامك دي اسمها مالكاستن. الناس اللي مصممة تتجاهل الخمس حروف اللي أنا قلت عليهم بتقول لي مالكاستن، مالكاستن إزاي وهي ما مال كا كاس تن. فلازم نخلي بالنا. بنزل الفرشة بتاعت التلوين دي اسمها بنزل قدامنا اهي، هشاور لك عليها في الصورة. طيب عندنا ايه تاني كمان؟ قلم التلوين، عارف لما تجيب القلم في الماستر فارب ستيفت، فارب ستيفت، ستيفت قلم. لو قلم رصاص يبقى اسمه بلاي ستيفت، اي بلاي لان فيها ايه وراها ايه تبقى اي، اول كلمة اهو بلاي ستيفت. لو قلم التلوين كلمة ألوان فاربن، فكلمة فارب ستيفت قلم التلوين. الأستيكة رادير جومي، رادير جومي زي ما انتم شايفين رادير لأن الإي وراها إيه تبقى إيه طويلة، رادير جومي. نوتة اللي بتكتب فيها بلوك، بلوك النوتة اللي بتكتب فيها. سبورة طافل، طافل، طافل. هقول لك الكلمات دي تاني. قلم الرصاص بلايشتيفت، بلايشتيفت. البراية اسمها ايه؟ شبيتسا، شبيتسا. المدرسة شولة، شولة. صندوق التلوين علبة الألوان دي مالكاستن، مالكاستن. الفرشة بنزل، بنزل. قلم التلوين فاربستيفت، فاربستيفت. الأستيكة رادير جومي، رادير جومي. النوتة بلوك، بلوك زي كلمة بلوك بالإنجليش. سبورة طافل، طافل. طيب قلم الحبر زي اللي قدامك ده، القلم الحبر اهو انا بشاور لك عليه فولا. شايف الاو؟ ما بقولش فولر. ليه ما بقولش فو؟ لانها مش او بس، ده او عليها املاوت فبضم بقي قوي فبقول فولا، فولا، فولا. الكتاب بوخ، اللي تسي ها هنا بتتنطق زي الخه بتاعت العربي كده، بوخ، بوخ. داس بوخ، كلمة بوخ اهي اللي بالالوان دي بالاحمر تحت، بوخ يعني كتاب. طيب كتيب هفت، هفت زي نوتة او كتيب كده هفت. المسطرة لينيال، لينيال، لينيال. المقلمة فيدا مابشن، فيدا قسمها لو ما قسمتهاش مش هتعرف تنطقها، فيدا مابشن، فيدا مابشن. طب ليه يا مستر هنا ما قلناش اه مابشن؟ مين عارف ان الاه هنا نطقناها زي الاي بتاعه الانجليش؟ ليه؟ لان عليها ايه؟ املاوت، املاوت. فبيخليها بدل اه تبقى ايه، فدا مابشن، فدا مابشن. واللي عنده قاموس الماني يسمع الكلام ده، فدا مابشن. المقلمه لبس القناع، هي هنا مش لبس القناع، اكتب عليها اللبس الرياضي. لو بصيت تحت كده في الصورة هتلاقي بقى لبس رياضي، الفانيلا والشورت والشوز الرياضية، ده لبس الرياضي اسمه تورن تسايج، تورن تسايج. ايه تسايج؟ ايوة، لان الاي وراها او تبقى اوي، زي ايه؟ زي فراين، فراي، فراين بالصديق. فهنا اللبس الرياضي اسمه تورن تسايج، تورن تسايج. المدرسة الشنطة بتاعت المدرسة اللي قدامك دي اللي تحت اسمها شول، ما فيش شول بقى، شول تاشي. طب ايه بقى موضوع ش؟ لان انت عارف ان الاس تسي ها بتتنطق كأنك بتقول لحد ش، شول تاشي، شول تاشي. مقص شيغ، شيري، شيغ، شيري. مقص. طب التباشير كرايدي، كرايدي. ليه؟ لأن الإي وراها إيه تبقى أي. أنا قاعد بقول الكلام كتير جدا، كرايدي، كرايدي.
خليني اقرا لك الكلمات دي. قلم حبر، فلا، فلر، كتاب، بوخ، بوخ، كتيب، هفت، هفت، مسطره، لينيال، لينيال، مقلمه، فيدمابشن، فيدمابشن، اللبس الرياضي، تورن تسويج، تورن تسويج، شنطه المدرسه، شولتاشي، شولتاشي، مش شولتاشي، لا تا غلط، تا تا، شولتاشي، مقص، شيغي، شيغي، طباشير، غايده، غايده. ادي الكلمات هنقولها هنا وتعالى نطلع للاغنيه. قلم الرصاص، بلايشتفت، بلايشتفت، ادي البلوك، النوته، بلوك، بلوك، البرايه، شبيتسا، 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 الاستيكه، رادير جومي، رادير جومي، ادي علبه الالوان، مالكاستن، ادي فرشه الالوان، بنزل، ادي القلم، الحبر، فلا، فلا، المسطره، لينيال، الكتاب، بوخ، المقلمه، فيدم مابشن، الادوات او اللبس الرياضي، تورنت سوي، الكتيب، هفت، مدرسه، شنطه المدرسه، شولتاشي، المقص قدام عينيك اهو، شيغه، السبوره، تافل، التباشير، غايده. وادي زي ما تكون اغنيه، Bleistift und Spitze. Schule, Schule. Malkasten, Pinsel. Schule, Schule. Farbstift, Radiergummi. Schule, Schule. Block und Füller. Schule, Schule. Buchheft und Lineal. Schule, Schule. Pedemapschen, Turnzeug. Schule, Schule. Schultasche, Schere. Schule, Schule. Tafel und Kreide. Schule, Schule. Schule, Schule. Immer wieder Schule. اكتب على إما فيذا شوله باك تو سكول، يعني العودة إلى المدرسة، كأنك قاعد بتغني وبتقول كل الأدوات المدرسية اللي في شنطتك، وفي الآخر بتقول إما فيذا شوله، العودة إلى المدرسة، باك تو سكول، إما فيذا شوله. طيب آدي الأدوات المدرسية، الحاجات دي لما بقولها لك، عيب بقى لما بتدخل وأنت داخل سنة أولى إعدادي ومش عارف معنى الحاجات دي، ما هو ده الامتحان اللي هتمتحنه. يعني انا لو جبت لك التست التالت وانت مش عارف اصلا ده معناه ايه، يعني ايه كتاب، بوخ، يعني ايه مقص، انا مش عارف، طب يعني ايه شنطه مدرسيه، انا مش عارف، طب ازاي هتحل؟ فانت لازم تبقى عارف المعنى بالعربي وكمان اوف دويتش بالالماني. فخلي بالك ان انت المفروض بتذاكر مش بتحضر معايا الحصه بس. طيب تعال نشوف المحادثات، الجزء اللي هنقف عنده النهاردة المحادثة دي، وعايز الناس تقراها معايا كويس عشان ناخد كده أربعة، كل واحد يقول لي الجمل دي. أنا عاوز أقرأ. إيش مشت لازم جيب مير بيت داس بوخ، لو سمحت اديني الكتاب ده. جيب مير بيت يعني أعطيني، جيف مي بليز، بقول لك بالإنجليزي عشان عقلك يستوعب أهو. جيب مير بيت داس بوخ، اعطيني الكتاب ده لو سمحت. هي بيتا، هي بيتا يعني اتفضل اهو. هنا كلمة بيتا زيها زي بليز، لو سمحت، فيها أدب. إيش مشت لازم، أنا عايز أقرأ، لو سمحت اديني الكتاب ده. جيب مير بيتا داس بوخ، هذا الكتاب. شايف هذا بمعنى إيه؟ داس بتيجي مع كلمات، في زيها كمان دن، وفي زيها كمان دي. داس للمحايد في بعض الكلمات في الألماني، أوف دويتش، لا مذكر ولا مؤنث. هعرفها ازاي يا مستر؟ تذاكرها زي ما هي. داس بوخ، لكن دن مالكاستن، مذكر. ديك غايدة، يا إما مؤنث يا إما جمع. الجمع بيجي قبليه دي، وكمان المؤنث بيجي قبليه دي. تعال نشوف. Sprich auch so. قول انت كمان. Ich möchte malen. انا عايز الون. اعطيني علبة ايه؟ الالوان. Gib mir bitte den Malkasten und den Pencil. اعطيني لو سمحت علبة التلوين والفرشة. هي bitte. تفضل اهم لو سمحت. Ich möchte schreiben. انا عايز اكتب. Gib mir bitte die Kreide. لو سمحت اديني الطباشير.
Danke. Hier bitte. Danke. Shukran. Danke. Hier yani shukran. Und so. Wahakaza. Ich möchte singen. Aiza ghanni. Gib mir bitte den Spitzer. A'tine lau samacht. El Berreya. Und die Kreide. So ein Quatsch. Ehe اللي انت بتقوله ده. كلام في هذا هراء. واحد عايز يغني. اديني البراية والتباشير. هذا هراء. So ein Quatsch. ايه اللي انت الكلام الفارغ اللي بتقوله ده. ازاي عايز تغني. واديك الحاجات دي. يبقى على الاقل نعرف المحادثات دي. ايش مشت يعني انا عاوز. بيتا لو سمحت. داس للمحايد. دا للمذكر. دي للمؤنث. So ein Quatsch, hasa hira, spitza barraya, shukran, danke. Yibqa da l-muzakkar, das l-muhayid, di l-muannas. Wahana'raf din, lama yigi waqtaha, mish aizid nidkhul fi tafasilha dilwakti. Hiya da, das, di, zay ma anta shayif, hawa l-kalam wadah. Da l-muzakkar, das l-muhayid, di l-muannas, wadi kaman l-gamma. اسمع مني تاني كده وعايز الناس تقول معايا محمد سرحان انا عاوز اقرا اعطيني الكتاب اقول الكلام ده ازاي ايش مشت ليدن بلاش مو 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 مشت مشت ليدن جيب ميا بيتا داس بوخ هي بيتا برافو كويس جدا طيب محمود لو قلت لك قول لي المحادثه اللي تحتها ايش بيتا انطقها تاني مال كاس اون بنزل هي بيتا كويس عايز اروح عند يمنى أنا عايز أكتب أعطيني التباشير شكرا اتفضل ها إيش مشت هي أول واحدة فوق على الشمال لا أنا بتكلم على دي بشاور عليها إيش مشت إيش مشت شريبن شريبن لا لأن الإيه وراها إيه تبقى آي شرايبن ايوه كده شرايبن شرايبن اعطيني التباشير جيب مير بيت بيتا بيتا دي تو كرايد لا مش كريد لان الاي وراها اي تبقى اي كرايده 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 دانك شكرا جزيلا طيب لو رحنا عند أسامة عايز أقول لك يا أسامة اللي أنت تقول لي دوت المحادثة دي اللي بشاور عليها أونزو ها إيش مشتا سنجن مش مشتا أخرها مش آ مشتا مش مشتا الإيه أخرها أهو تبقى مشتا إزاي بعد مشتا. التي مش تي 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 مشتا سنجن جيب ميا جيب ميا بيت دل سبايس تي لا شبيتزا 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 اون دي كريدا لا كريدا. لا مش كريدا غايده كراي كرايد سو اين كوات طيب كويس مش وحش لغاية ما نتدرب ونسمع التسجيلات الصوتية كتير هقولها تاني إيش مشت مو الناس بتقول لي مو هي مش أو هي أو وعليها أملاوت يبقى مو إيش مشت لازم جاب ميا بيتا داس بوخ هي بيتا إيش مشت مالن جاب ميا بيتا دين مال كاستن ون دين بنزل هي بيتا إيش مشت شغايبن جاب ميا بيتا ديك غايدة Danke. Ich möchte singen. Gib mir bitte den Spitzer und die Kreide. So ein Quatsch. Hasa hira, au hasa kalam fari.
عايز اقول ان احنا هيبقى عندنا وقت كبير جدا نراجع ونحل ونتدرب على المحادثات، لان لما نقف لغايه هنا هيبقى ناقصنا جزء بسيط في الدروس، وهنقعد نعيد ونزيد، ومش هسيبكم غير لما تتكلموا الماني. مش بس نخلص ونقعد نحل التدريبات، التست الثالث هيكون هوم وورك دويتش تيست غاي، دويتش تيست غاي. طبعا يوم الثلاث الجاي ده هيكون لسه العيد، فاحنا هنتقابل الخميس يوم 22، وحتى الحصه اللي هنأجلها لو احتاجنا ناخدها من شهر 8 هناخدها في شهر 8، يعني ممكن ناخد يوم 3/8 الحصه اللي احنا هنأجلها. ماشيين برتم كويس جدا، وهنعيد ونزيد تاني المره الجايه بعد ما اديتكم الالوان، والمفروض اللي احنا مظبطين الحروف اعرفوا اللي احنا هندي بقوه. لازم تذاكروا الالوان، عايزين ناخد الارقام بقوه. تعرف تقول كده من 1 لـ100 ازاي؟ هنركز على الارقام دي تسعلن المره اللي جايه. هرفع التسجيلات يا شباب على الجروب بعد لما نخلص، فلو انا قلت لكم في الاخر دانك شون، فانت المفروض تقول لي دانك او تقول لي بيتا العفو. يعني انا قلت لك دانك شون بيتا، لو جيت اقول لك في الاخر شوس هتقول لي، ترد عليا تقول لي أو بيدازين. نتقابل المرة الجاية يا شباب، وكل سنة وانتم طيبين في العيد. نتقابل الخميس اللي جاي. دانكشون.